السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى مع دروس بسيطة وسهلة وسريعة وشروحات مفيدة بسرعة. طريقة عرض شاشة الموبايل على الحاسوب أو العكس ببرنامج جديد ومميز وفيه بعض الخصائص يمكنك استخدامها واستغلالها. اسم البرنامج Let's View، يدعم الكثير من الأنظمة حتى التلفاز، ولكن هذه الخاصية يعني رديئة جدا ولا تصلح. قمت بتثبيته في الحاسوب، هذا هو، وهذه هي الصفحة الرئيسية الخاصة به. كذلك في الموبايل نشاهد هذه هي الصفحات، هنا تجد ريديتكت، يبدأ البحث عن الشبكة، كذلك التواصل يتم شبكة واحدة. أقوم بالدخول هكذا فيظهر لك خيارين، الخيار الأول لعرض شاشة الموبايل على الحاسوب، والخيار الثاني للعكس شاشة الحاسوب على الموبايل. نجرب الأولى. كما نشاهد الآن ظهرت تلك الشاشة مباشرة في الحاسوب. الآن بمجرد استخدام الموبايل يعرض لك الشاشة. من ميزات هذه الشاشة أنه يمكنك مثلا الرسم عليها، وكذلك هناك خاصية تسجيل تلك الشاشة في نفس الوقت. الآن يتم تسجيل الشاشة، كذلك حتى الصوت، تسجيل الصوت عن طريق الهاتف. كذلك هذه خاصية مفيدة جدا، وهي تحويل الموبايل لميكروفون. وتطرقت لتلك الطريقة عبر برنامج آخر، تجد شرحه تحت الفيديو. فكما نشاهد هنا التجربة فقط، يعطيك مكان الفيديو والشرح الذي قمت بشرحه مباشرة، هذا هو. فميزة جميلة جدا. كذلك هنا لديك خيار لقلب الصفحة هكذا، قلب الصفحة بهذا الشكل. وإن كنت تقوم بمثلا اللعب أو مشاهدة مباراة، مشاهدة فيلم، فبهذه الطريقة تشاهد بشكل أفضل. كذلك تقلب الشاشة رأسا على عقب. الآن نمر إلى الطريقة الثانية، نقوم بإقفال كل شيء وإعادة الاتصال من جديد. يبدأ البحث كذلك هكذا، يجد الحاسوب كذلك وكذا، ثم اختيار الخيار الثاني. تظهر لك نافذة في الحاسوب، تقوم بالضغط الموافقة، ومباشرة يتم الآن مشاركة، ويمكنك التحكم في الحاسوب بهذه الطريقة بسهولة. فتح ملفات كما تريد، تحكم كامل بالجهاز. وكذلك يمكنك الرسم، هناك خيارات متعددة، ومن هنا إطفاء لقطع الاتصال. كذلك هناك بعض الخيارات لتعديل البارامتر، هنا تقوم بالدخول من هنا سيتينج واختيار كثير من الخصائص من هنا، تعديلها كما تريد، لغة وريزوليشن وكتم الصوت، تغيير مكان حفظ الفيديو وغيرها من الخدمات. في الأخير لا تنسى الاشتراك في القناة، من هنا اشترك وفعل الجرس ليصلك كل جديد من شروحات تقنية وغيرها. إلى الشرح القادم، سلام.